وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا في الاستوديو فاطمة عشان نعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل. فاطمة، احنا ابتدينا اليوم بأخبار كلها إيجابية، فتحكي علينا وقلنا ان الجو هيبقى حر النهاردة. مش هقدر طبعا أطمنكم دلوقتي على حالة الطقس بالتفصيل، وأطمن للسادة المشاهدين دلوقتي حالا هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب البلاد. في النهاردة أمطار خفيفة إلى متوسطة على سواحل الشمالية الغربية والشرقية والدلتا. خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، والبداية دائما من القاهرة العظمى 18، الصغرى 10، الإسكندرية 18 10، مطروح 16 11، سيوة 17 6، بورسعيد 17 9، دمياط 17 11، إسماعيلية 18 10، السويس 18 10، العريش 17 10، كاترين 14 0، طابة 17 14، شرم الشيخ 21 14، الغردقة 20 13، الفيوم 18 5، بني سويف 18 6، المنيا 19 5، أسيوط 19 5، سوهاج 19 5، قنا 20 7، الأقصر 20 9، أسوان 21 10، الوادي الجديد 19 9، شلاتين 22 13، حلايب 20 14. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. طبعا هنرجع بعد شوية، أو هنرجع دلوقتي حالا لأحمد وبسنت. شكرا لك يا فاطمة.